السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا سمير بودرقة عميد فريق النادي القنيطري لكرة السلة. سي سمير، رغم الظروف الصعبة وبدون دعم مادي وحتى معنوي من السلطات والمنتخبين وغياب المكتب المسير، لاعبي ورجالات النادي القنيطري يحققون المرتبة الأولى في مجموعتهم ويتأهلون لخوض مقابلة السد لصعود قسم ممتاز. فقط جماهير حلال بويز من كانت السند، شنو اللي خلى طموح اللاعبين كبير في تحقيق الصعود رغم هذه الظروف اللي تكلمنا عليها؟ السلام عليكم. بعدا كنشكركم على المؤازره في الظروف الصعبه. النادي القنيطري كتكونوا ديما سباقين معنا. بالنسبه لهاد الظروف اللي كنمروا فيها فهي استثنائيه، جات بعد الاستقاله ديال المكتب المسير ولو شفهيا ما كانش رسميا، مي كانت الاستقاله اكثر من شهرين يعني بجميع المعاني، لان ما بقاوش كيتواصلوا مع الفرقه، ما بقاوش كيوفروا الظروف، ما قدروش يوفروا ولو صالير. المهم مع العلم هذا العام كانت واحد المنحه ديال 10 مليون من واحد المستشار، يعني كانوا بوادر. ما نكروش بان هذا المكتب ما لقاش حتى هو الدعم من السلطات، ولكن باش نديروا استقاله في هذه الظروف ما عندها حتى معنى. نائب رئيس هو الاولاني استقل، يعني كنت اتصلت بواحد الاتصال قال لك انا ما يعاود يعيط لي حتى واحد، انا راه ما بقيتش معني بالامر. رئيس كتا هو في اخر ما كان، من بعد ما كانت الهزيمه ديال فريق الاناث صافي حسينا به طيح يديه، قال لك انا ما بقيتش انايا يعني كنتحارب انا من حقه، ولكن ملي تنقولوا استقاله وممكن بعدهم من الفرقه وما تنبقاوش نجيو ليها، خصنا نديروها كتابيا، خصنا نرسلوا للجهات باش نعطيو فرصه لمكتب اخر او لجنه الانقاذ او تخليونا حنا نديروا خدمتنا، ماشي كتغادروا الفرقه شفهيا وخلونا حنا كنتخبطوا بوحدنا. لو كان انا مثلا زعما ما تنبغيش نعظم الدور اللي كنديروا، ولكن جمعت اللعابه، هضرت مع المدرب، يعني حتى الناس القراب لينا اللي كنقولوا قراب راه تخلوا علينا في هذه الظروف، يعني كلشي كيتاسف على الوضعيه ديال النادي القنيطري، وكاين حتى واحد ما مد يد المساعده باش يبان راه معانا بصح بالقلب ديالو بكلشي ليه. الوليدات هادو اش غنقول لك، انا لعبت بزاف ديال الجينيراسيون في نادي القنيطري، لعبت مع دراري كبار، دراري صغار، دراري قدي، مي جينيراسيون صباره ورجال ومقاتلين، يعني بروف الظروف اكثر من بدات لا سيزون ما خداو حتى ريال وباقيين صابرين وباقيين تيتقاتلوا، شاك ماتش كيلبسوا التوني كينساو كاع المشاكل، تمشيو في ظروف اللي هي صعيبه اللي فرق الاحياء، احتراماتي لحال فرق الاحياء ما كيديبلاصوش بحالنا حنا، كيمشي معك لا لا لا, لا كيني لا كاتب عام لا تريزوري. والغريب في الامر كنت فاجئ اليوم احنا كندافعوا، لان انا بعدا كنهضر على راسي، الحب ديالي للنادي القنيطري كندافع عليه، والرئيس انا ولا اي واحد في المكتب ما عندي معاه حتى مشكل شخصيا، ولكن في التسيير ديالو انا غنكون ضده بغا ولا ما بغاش، لان انا كندافع على فرقتي. اجي واحد النهار انا غادي نمشي من هذه الفرقه، يعني تحت ما دايم والفرقه ما ديال حتى واحد. الرئيس 8 سنين ولا 10 سنين هو كيسير الفرقه، جات لقيته اللي عييتي فيها بالخايب ديالو بالمزيان كنشكروه، ولكن هذا الشيء اللي دار مؤخرا يعني ما تيدارش. واخر حاجه كنتنبؤوا لها قبل ما نبداو التدريب هو بانه مشى تيهاجم السيد لادمين ديالنا، حيدو من لاباج، وعلى العلم لادمين ديالنا خدام معنا فابور، كيحب الفرقه حتى هو، تيديبلاصا معنا ما تيبغيش ياخذ حتى فلوس الماكله، يعني هاد الوليدات اللي تاهما دراري دي جون كيما تنقولوا باللغه ولاد الفيراج كيتبعوا الكاك وهذا دراري رجال وكيبغوا الفرقه يتهاجموا بهذه الطريقه، وباقي السيد زايد فيه كيهدد انا غندير، ومنين انت قادر دير رجع عاون على فرقتك، منين انت ما باغي تستقل دير خدمتك، كيقول لك واحد المثل كون سبع وكوني والتفار ما تيهرب من دار العرس، يعني نورمالمون انت كنت قاد بهذه الفرقه ما نخرجش انا نهضر، ما يخرج حتى واحد يهضر، ما تجيوش حتى انتوما، يعني غنتسناو حتى نهار الماتش ونكون مكونسونطري. انا زعما تنقول على العاتق ديالي وعلى العاتق ديال هاد الدراري واحد تقول لي هو كبير، لان كنشوفوا راسنا حنا بوحدنا اللي معنيين بهذه الفرقه، بحال تقول الكاك ديالنا حنا ما ديال حتى واحد ما ديال حتى هاد المدينه. باقي كما تنقولوا الداعم الوحيد اللي عندنا هو كنقولها ونعاودها، لان هادشي كنحسوه ملموس، هو الجمهور ديالنا، هو الجمهور اللي تيجي تقطع التيكي، وهاد السيمانه كيوعدونا باش غادي يجيو غادي يقطعوا غيكون تيران عامر باش نقدروا نخلصوا الاربيتراج ونخلصوا الاسعاف والشرطه وفلوس الماء ولا شاط شي حاجه نعطيوها بريمات للدراري ولا الناس اللي كيضربوا معنا تماره من حامل الامتعه، ولا يعني حتى حنا كنفكروا لهاد الناس كامل، وجاي داخل الشهر اللي هو شهر رمضان، يعني هاد الوليدات كاينين المتطلبات. والغريب في الامر واللي كيضر في الخاطر كنبقاو نعيطوا لبعضياتنا، انا هذا ناخذ من عنده 10 دراهم هذا 20 درهم باش نخلصوا للدراري باش يجيو يترينيو، ومدينه كبيره، رئيس ملي انت عندك الخاطر لهذا الشيء دير خدمتك، اكثر من ربع سنين والفرقه كتمشى بلا كونت بونكير هي بلا سبيس، باش ما نقولوش لو حتى حنايا
ارشيكات ولا شي حاجه. وهذا الشيء حنا عارفينه منين جاي، اكثر من 3 سنين وكاينين معاه في الكوميتي ناس اشباح، وحنا عارفينهم هما اللي وراء الكتابه، الكتابه هادشي في لاباج حنا عارفينهم. وانا ما بغي ندير، ما كنبغيش نذكر وما تنخاف من حتى واحد، لان على وديت فرقتي نقدر ندير اي حاجه، تقدر تصور ليه هو تيعرفني، وانا ولا هاد اللعابه اللي كاينين عاوناهم هاد الفرقه هاد العام، عاوناهم من المجيء ديالي انا هادي بعد 3 سنوات من الرجوع ديالي من فرق ديال التفاح ميتلت، وانا كنعاون الفرقه وتنجر وتندير الخدمه ديال لاعب ديال كره السله وديال مؤطر ومدرب وتريزوري بارفو، تنمشي انا كندي معايا الفلوس، ولكن باش تصل بنادم يقول لك انا ما غنمشيش حتى تجي المنحه، واش بغيتي هاد الناس يثقوا فيك؟ راه كاين اللي كينعيش من الباسكيت وكاين اللي عايش من الباسكيت وكاين اللي كيقرا وكاين اللي يعني انت اللاعب غادي يسالي لونطريمون ديالو يخرج غيبغي شي حاجه ما ياكل في الطريق ما غياكلهاش. وحنا دابا كنقارعوا فرق اللي خاسرين 80 مليون 60 مليون 120 مليون، حنا هاد العام فرقه مقيومة عليهم بزيرو درهم، يعني حتى اللي كيخسر عليك انا اللي كيخسر عليك كيقول لك انا تعطي فلوسك، ما تعطيش فلوس ولادك، وانت اللي غيجي من مور هاد المكتب ما تجيش عندك فكره بانك تقول غنعطي فلوس ولادي، اجي سير وقلب على مستشهرين ودير الخدمه. راه حنا كنشوفوا رؤساء دي جون، حتى حنا بغينا حتى حنا فرصه يجي شي حاجه شي عام، انا كنتمنى كلاعب نجي شي عام نجي ندير خدمتي نتريني ناخذ فلوسي في الوقت ونمشي نلعب لي ماتش في لي كونديسيون مزيانه، كنتمناها. بار كونتر هادشي راه دوزتو مع ناس اللي بصح زعما من هذا المنبر كنوجدوا لهم تحيه، كانوا تيقصدروا وجههم على وديت على وديتنا. حنا دابا تابعنا مقابله في قنيطره، 3 المقابلات على برا وجوج خصهم المبيت، يعني راه غنقدروا نلعبوا هذا الماتش ديال المكناس، نقدروا نديروا فور في جوج ماتشات، ما عندناش لنا فوق طاقات وكالات. سي سمير تنشوفوا مجموعه الفرق في القسم الوطني الممتاز انسحبت خلال البطولات هذا الموسم، انتم رغم الظروف الصعبه اللي مريتوا بها النادي القنيطري يحقق المرتبه الاولى في القسم الوطني الثاني وقاب قوسين او ادنى من التاهل او الصعود الى القسم الوطني الممتاز، كيف ذلك؟ هل هذا كله حب للنادي القنيطري؟ لا دابا في السؤال ديالك كانت الاجابه والاجابه واضحه اخويا، لان نقول لك اللي كيمتاز به هذا النادي هذا هي ديك الجرينطا ديال اللعابه وديك الروح اللي عند البنات اللي عند الدراري اللي في الفئات العمريه، نادي القنيطري اللي كيعرف راه مدرسه كبيره، نجبات لعابه شكلوا العمود الفقري ديال المنتخب الوطني لدابا ولسنين قدام، يعني ملي كتشوف انت الدراري كما تنقول لك راه كنكونوا مدمرين، راه لا حضرتي راه نقدروا ندابزوا في لي زونطريمون ندابزوا في الطريق، ولكن اون فوا تلبسوا التوني ديالك كتعرفوا الثقل ديالو والحمل ديالو وشكون دوز ومنين. علاش حنا تنقولها رئيس الفريق تيسكن في كازا ولا تيسكن في ميدلت ولا تيسكن في العيون، ملي غتخسر الفرقه ما غيسولوا حتى واحد اش دارت فرقتك، بار كونتر انت ملي تخرج خارج وانت خاسر الا سولوك على 3 متابعين تقدر ترجع للدار، هذه الا كانت عندك النفس والغيره والحب ديالك على الفرقه. اش نقول لك دوماج لهاد الفرقه ونتمناو، انا تنقول انا بعدا تنهضر على راسي غادي يكون اخر عام يتقاد الامور نحطوها بعزها وما نبقاش انا هاز اكثر من الطاقه ديالي ولا الاصدقاء ديالي، لان هذا العام هذا في هاد الظروف ديال هاد الشهرين لو كون ما كنتش تنقول شي كان زعما راه هذا كون ما كنتش الدور والدراري تايقين فيا راه ما يجي حتى واحد يتريني، راه ولينا وصلنا لثلاثه واربعه لعابه تيترينوا في الحصه، والماتشات الاخرين لعبناهم بدون المدرب، لان غادر تا هو كيجي للتريمون تيجي مضحي والظروف ديالو تا هو خايبه وتيسال 4 سنين ولا 5 سنين تيلقى جوج لعابه ولا ثلاثه تا هو تيمشي، يعني هذا الشيء تنتمناو يتلقى له حل في هذه الايام، وهذا الشيء اللي هذا هو المطلب الوحيد ديالنا حنا. سي سمير انت كابن مدينه القنيطره وبعد فقدان الامل نسبيا في صعود نادي القنيطري لكره القدم، هل يمكن لكره السله ان تنجز ما عجزها عنه القدم؟ اخويا شنقول لك حنا كما تنقولوا اللعابه ديال نادي القنيطره كره السله هما الدراري ولاد الفيراج ولاد الجمهور، انا بحكم تزايدت في حي الشعبيه انا من صغري وانا تنتبع الكاك وتنحماق على شي حاجه اللي سميتها الكاك كره ولا الفروع ديالها لا هوند لا فولي، هذا هو هذا هو الامنيه وتصور انا تنقولها لك من دابا وانا تنحلم بذاك النهار اللي نقدروا نصعدوا فيه ونعوضوا لهذا الجمهور هذا ولو على القليل الفوت ما نلومهمش الظروف كيدوروا فيها شويه هذا، مي حنا بغينا نكونوا اكزومبل للفرق الاخرين 90 ولا 95% ولاد قنيطره ملي تيدخلوا التيران بهذا المفهوم تياكلوا معك الارض، الارض كياكلوها، يعني بغينا نعطيو اكزومبل الفوت لكاع الرياضات الاخرين، يعني الدعم المادي هو من عدم وحنا باقيين تنتقاتلوا وتنعطوا لهذا، ما تنقولوش اللعابه ما تيتقاتلوش حاشا، ولكن راه بعض المرات كيكون التوني خص يكون عنده اللي هزو خص يعرف المعنى ديالو. سي سمير مدرسه نادي القنيطره قدمت الكثير لكره السله الوطنيه وكنشوفوا مجموعه من اللاعبين يتالقون في ابرز الانديه الوطنيه امثال حكيم زويته زكريا العالمي سفيان بن مهين جهاد بن شليخه ولائحه طول،
ألم يحن الوقت لنرى النادي القنيطري في القسم الممتاز ونرى هؤلاء اللاعبين بقميص فريقهم الأم؟ وأكيد يكون عندهم واحد الأمل أنهم يوم في يوم من الأيام أنهم يلعبون النادي القنيطري. وإذا شفنا هاد اللاعبين بالإضافة إلى اللاعبين اللي يلعبوا الآن مع النادي القنيطري فتكون فرقة كبيرة وكبيرة بزاف، وأكيد نقدروا نشوفوا النادي القنيطري في البوديوم إن شاء الله في السنة القادمة. اللي نقدر نقول لك لهاد الأسماء اللي قلتي، كن كل صيف كن تندربوا مجموعين في هذا الملعب هذا اللي هنايا قرب لهاد القاعة، وملي كنكونوا تندردشوا بعضياتنا لا زويته لا اللعابه كاملين، تيقول لك الألقاب اللي دينا مع الفرق الاخرين ما يساويو حتى لقب اللي ديناه مجموعين ودينا مع الفرق، لان اخر لقب حرزت على نادي القنيطره في 1985 وكان جيل ذهبي. الا بغيت نذكر الاسماء ما غنساليش، يعني هاد الجينيراسيون قادره الا كان عندنا شي مكتب في المستوى وشي دعم مادي في المستوى، كل عام غنديو بطوله ولا كاس العرش ولا غنلعبوا عليهم بجوج ولا غنلعبوا الفينال في وحده بهم. يعني هذه تنقول لك لان اللاعبين كبار هما تيديروا دعامات كبيره في الفرق ديالهم. يعني لو كان شي كما تنقولوا عندنا الامكانيات ديال الفرق اللي مشاو يلعبوا فيها راه غيلعبوا معك، كن اكيد، لان هما لدابا كاملين تيتعاطفوا معنا وكاملين تيسولوا على الظروف ديال الفرقه، وكاين لعابه اللي يوميا بحال عبد الحكيم زويته يوميا تيسول على الظروف ديال الفرقه وتيسول وتيعاون بالقلب ديالو باللي قدر عليه. زعما شنو نقول لك، نتمناو هذه امنيتنا قبل ما نحبسوا الباسكيت، زعما يتجمع الشمل ديال هاد اللعابه ونقولوا الكلمه ديالنا، لان مدينه القنيطره ولا الجمهور ديال القنيطره يستاهلوا الارقام يستاهلوا. سي سمير، هل يعرف جمهور القنيطري وجمهور حلاله بويز ان الكاك باسكيت قريبه من الصعود القسم الممتاز ومنافسه ابرز الانديه الوطنيه ورسم لوحات رائعه في المدرجات مثل ما شاهدنا جماهير المغرب الفاسي واتحاد طنجه وجماهير جمعيه السلف هذا الموسم ديال كره السله ايام قليله على مقابل السد امام النادي المكناسي؟ كيف كان الاستعداد؟ شنو كطلب من المساند الرسمي اللي هو جمهور القنيطري في مقابلتكم ضد النادي المكناسي في اول ايام شهر رمضان المبارك؟ بالنسبه للجمهور ديالنا ما شنو نقول لك، كلمه الشكر ما غتكفيش. انا كان عندي اتصال ببعض الاخوان ديال المجموعه ديال حلاله بويس، يعني هما من دابا تيفكروا لينا الديبلاسمون ديال ميدلت، هذه ما دارهاش رئيس الفريق ولا واحد من الاعضاء ديال المكتب المسير اللي تيقول لك حنا كنبغيو الفرقه، ما داروهاش. يلا كيقدروا هما يهاجموا في الفيسبوك، وشوف الناس الجمهور ديال النادي القنيطري من دابا كيوجد لينا الظروف باش نمشيو نلعبوا هذا، وقالوا لي وعدوني قال لك حنايا غادي نجيو نهار الاحد وغنساندوكم ماديا ومعنويا، وحنايا اللي كيخلينا بقى فينا الامل وبقى فينا ديك كما تنقولوا النقطه الاخرى ديال الحياه هو داك الجمهور اللي زعما مولف، حنا مولفين. انا عشت الظروف وبغيت الدراري يعيشوا الظروف. ملي كنطلعوا القسم الممتاز كل ويكند كانت كتكون القاعه عامره، اجواء اللي خياليه، وكنتمنى يعيشوا هاد الاخوان اللي هما في فلاس صغيره وعندنا مواهب اللي باقيين يقولوا الكلمه ديالهم لا في الصين في الاناث، لان حتى الاناث باش من 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 نعطيهم حقهم. عندنا مواهب ديال 18 17 حققنا الصعود والبطوله ديال القسم الوطني الثاني بزيرو درهم بدون مسانده، وانا عندي احساس من هذا المنبر لان كنت نهضر مع الاصدقاء ولا مع الزوجه ديالي قلت لها بان انا عندي نفس الاحساس ديال ذاك الاحساس كما كيهملك بنادم وتي اتاكيك، عندي واحد الاحساس كبير بان ان شاء الله ربي ما يخيبناش وغنصعدوا ونقدروا نديو حتى البطوله هذا العام، وغادي نهديو لها لانكم نتوما لان كتساندونا في كاع الظروف وقلبكم مفتوح ولا لهذا الجمهور العريض وحتى المكتب المسير اللي مبغاش يعاون. السنة اللي قدمنا نادي القنيطرة هذه سنة كبيرة وكبيرة بزاف فقط بلاعبيه وبجمهوره، أتمنى أن يكون ختامها مسك يوم الأحد أو انطلاق مقابلة السد للصعود إلى القسم الوطني الممتاز. أتمنى لك احتفالية كبيرة بالقاعة المغطاة في السكنية احتفالية وتكون لوحة جميلة ويكون تكريم لهذ اللاعبين اللي ضحاوا بالغالي والنفيس من أجل النادي القنيطري. شكرا السي سمير بودرقة، موعدنا يوم الأحد بالقاعة المغطاة السكنية لمتابعة اللقاء الأول أمام النادي المكناسي.